أنغام كمان بالذات بتعمل توزيعات جديدة للأغاني. أنا برنامج شايفة إن ده برنامج موسيقي من البرامج متكلم المهمة جدا. حقيقي. أولا بحييك لأن أنت كمان في آخر حفلة ليك يعني دعمت أنغام في فترة إعادة بالشفاء، الحمد لله الحمد لله بقت زي الفل، لكن أنت يعني وقفت قدام الجمهور وقلت لهم ادعوا لأنغام، ده صحيح؟ ده صحيح. غني بقى الأنغام يعني طبعا وبس كلام. طب نغني الأنغام. طب ري ماينر يا أساتذة، عايز تروح تغني هناك يلا لأنغام؟ بينا. يلا تمام. بس قولي هتغني ايه وانت رايح؟ منالو الخير تيرتا. ايه يعني يفوتني وينساني؟ ما هو يا ما اتحمل علشاني، يا ما كان قلبه عليا. وهتمنى له الخير، ما هو قبل ما يجرحني دواني، كان عمري وكان هو زماني، وقلبي وروحي وعناي. هفتكر له حاجات كتير كانت ما بيننا، هفتكر له أيام هعانا والخطأ واللي افترقنا، هفتكر له حاجات كتير كانت ما بيننا، هفتكر له لحظة لقانا وانسى لحظة ما افترقنا، لما كنا بنقسم الفرحة بعيوننا. هفتكر له حاجات كتير وهتمنى